تحلية اليوم من أسهل التحليات اللي ممكن تجربوها، تحلية سهلة وبسيطة وطعمها رائع ومذاقها رائع في نفس الوقت، بمكونات موجودة في كل بيت. صدقوني اللي عيجربها لازم يسوي لكم عملتوها ازاي وياخد منكم طريقة والوصفة بتاعتها. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. نتمنى ما تبخلوش عليا باللايك وبسبسكرايب وبتعليق زوين بحالكم، وندخلوا في مكونات الوصفة بتاعت اليوم. احتجت في الأول 3 معالق من الدقيق ما يعادل 45 جرام، زائد 3 معالق من النشا ما يعادل برضو 45 جرام. كل المقدرات تلقوها في صندوق الوصف، زائد علبة صغيرة من الكريم شانتي باودر، زائد كأس من السكر ما يعادل 140 جرام، فانيليا ممكن تستخدموا سائلة، ممكن كمان تستخدموا ماء الزهر لو بتحبوا، زائد لتر من الحليب. كان بدأ نسكب الحليب ديالنا بالراحة بالراحة على مكوناتنا الجافة بشوية بشوية، ونحاولوا ما نديروش أو ما نخليوش تكتلات في الخليط بتاعنا الجاف. ننزل الحليب بشوية 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 ونخلط كويس قوي 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 قوي. لو خايفين ان بالمضرب اليدوي مش هتخلطوها كويس، ممكن تحطوها في الخلاط تضربوها كويس عشان ما يبقاش فيه تكتلات، حتى وهي بتستوي ما تتكتلش وما يطلعش فيها تكتلات. فبقعد اضربها كويس وبعد كده بحطها على النار. لما تحطوه على النار لازم ترقبوها، لازم كل شوية لازم تشوفوها وتحركوها عشان النشا أو الدقيق اللي فيها ما ينشفش تحت وما يعملش تكتلات. فبنفضل مراقبينها وكل شوية بنحرك، وبعد كده بنزود معلقتين زبدة ما يعد 40 جرام تقريبا ديال الزبدة أو ممكن أقل، بس ممكن تستغنيوا عنها لو مش عايزين زبدة، لكن الزبدة كتعطيها قوام كريمي وناعم وفكيعتها قوام حلو. فنصحكم تجربوها كيف ما قلتها لكم، ومن بعد ممكن تضيفوا تعديلات. بتنزلوا الزبدة برضو وتفضلوا تخلطوا، هي تقريبا بتاخد فوق النار مدة 5 إلى 6 دقائق فقط، لإحنا لغاية ما كلها بتدي تتقل شوية وبنقفل عليها. احنا مش عايزينها تقيلة قوي، يعني عايزينها كريمية زي ما انتوا شايفين، عايزينها قوام يكون كريمي وخفيفة وحلوة، ان هي كده كده هتجمد شوية تاني في التلاجة. من بعد بنزل البودينج او المهلبية البودينج بتاعتنا في الكوبايات، بنختاروا اي كوبايات زي ما انتوا عايزين، فبنزلها بشوية بشوية، وبعد كده بنروح لمرحلة بتاعة التزيين. طبعا التزيين بيرجع لكم، بس هقترح عليكم شوية افكار. عملت في الاول جيلي فراوله او اي نوع من انواع الجيلي، عملته جيلي سبته شويه برد بعد كده نزلته عليها. كمان خدت كنافه حمرتها شويه في الفرن ونزلتها برضو من فوق عليها. لو عندكم مكسرات، كان عندي شويه بندق حطيته برضو في واحده، وفي واحده تانية كمان حطيت بسكوت مكسر كده فوقيها. فدي افكار انتوا برضو بترجع لكم، ممكن تحطوا زبيب، جوز هند، شوكولاته اوريو، مكسرات متشكلة، يعني التزيين كيبقى على حسب، أو ممكن فواكه موز، يعني فراولة، كيبقى التزيين ليكو، كيبقى على حسب ذوق كل واحد. هي أفكار وانتو طبعا ممكن تتفننوا أكتر وأكتر. أتمنى إن شاء الله الوصفة بتاعت اليوم أو تحلية اليوم نالت الإعجاب، ونتمنى تجربوها وتشاركوها معايا. مستنية تعليقكم إن شاء الله، ومستنية البارتاج واللايك الفيديو، ونشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم. مع السلامة وباي باي.